هقول لكم مقاديرنا ايه الاول. انا عندي طبعا ثوم، عندي فلفل حراق، عندي فلفل اخضر احمر، طماطم، كزبره خضراء، ملح، فلفل، كمون، ليمون، خل، زيت زيتون، وطبعا عندي البتنجان نفسه انا محمراه، مقطعه حلقات ومحمراه. تعالوا نعمل الصوص بتاعه على ما الجمبري بتاعنا يجهز. هحط الفلفل الحراق، الفلفل الرومي، والاحمر، وبعدين هحط كمان شويه ليمون، تقريبا ليمونتين كبار، الثوم المفروم طبعا ممكن يبقى صحيح كده كده هيتضرب، البهارات، الملح والفلفل، الخل، واخر حاجه هزودها عليها هي زيت الزيتون. هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس. ندي البقدونس كمان تقريبا معاه، وهنحط شويه تانيين على الوش. ضربه كمان وكده يبقى جاهز. كده التتبيله بتاعت البتنجان جاهزه.